مشروب بارد وهو اسمه دانكن تينو. اول مشروب واول تجربه مع مشروب جديد هو دانكن تينو، عباره عن اسبريسو وعباره عن مشروبات بارده، ايس كريم وحاجات حلوه. اللي خدت تشوف الفيديو والاول مره تشوف القناه اشتركوا كتير واعملوا لايكات كتير مع تعليقات الحلوه مع تفضيل الجرس. يلا بينا نجرب. يلا معايا مشروب بارد دانكن تينو، واول مشروب بارد اجربه في دانكن دونتس. اليوم النهارده حلقه